السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس Virtualize from Scratch. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي ديبلوي أو نكريت ننشئ أول Virtual Machine. تمام، إحنا عندنا أوكي، دي طبعا الموضوعات اللي خلصت اللي هي الديمد، ودي باقي الموضوعات اللي فاضلة إن شاء الله، يعني تكون كلها نقط مفيدة ليكم إن شاء الله. طيب، هنتكلم النهارده على موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول هو how to create a virtual machine. هناخد فكرة عن الكونفيجريشن الخاص بالفيرتشوال ماشين اللي هو الفيرتشوال هاردوير. والتاني نقطة هنتكلم على الفيرتشوال ماشين اناتومي، أو أقصد بيها تشريح الفيرتشوال ماشين. بمناسبة إننا في virtual environment، في عالم افتراضي، فطبعا الفيرتشوال ماشين ما هي الا ملفات فايلز. اوكي، فهنشوف ستراكشر الملفات اللي جواها، وايه اهم الملفات اللي لازم نكون عارفينها. طبعا كل الملفات اللي فيها مهمة، بس هنشوف ايه اهم الملفات اللي فيها ونفهم وظائفهم. تمام، طيب الصورة دي كانت في اول فيديو خالص في الانترودكشن، بس حبيت ارجع لها تاني نفتكر كده تاني مع بعض. احنا عندنا فوق هنا دي الفيرتشوال ماشينز، احنا قلنا ده الفيزيكال سيرفر عليه الهايبرفايزر، اوكي، او الفيرتشواليزيشن او اس اللي هو الهايبرفايزر. عندنا هنا الاس اكس اي والفيرتشوال ماشينز. تمام، الهايبرفايزر هو اللي بيتعامل مباشرة مع الهاردوير ريسورسز، اوكي، وهو اللي بيمكن الفيرتشوال ماشينز اللي هوستد عليه من انها تستخدم وتاكسس الهاردوير ريسورسز. يعني بيديها السي بي يو على حسب الكونفيجريشن، بيديها الرام، بيديها الجزء اللي بنستقطعه لها من الاستورج. فهو الفيرتشوال ماشين نفسها ما بتتعاملش بشكل مباشر مع الهارد ديسك، لا، بتتعامل مع الهارد ديسك من خلال الداتا ستور اللي موجود في الهايبرفايزر. هنشوف الكلام ده مع بعض. وكمان النتورك بالنسبة للفيرتشوال ماشين، فبتاخدها من الهوست. طيب بالنسبة للفيرتشوال ماشين اناتومي، احنا هنشوفه في الجزء الثاني من الفيديو. دي مجموعة الفايلات اللي موجودة في الفيرتشوال ماشين. اوكي، الفايل الرئيسي او الفايلين الرئيسيين هو اول واحد وثالث واحد. معلش يعني انا مرتبتهمش بالاولويات، هم زي ما كانوا في ويب سايت يعني اخدتهم خلاص. الفايل اسمه في ام اكس، هو بيبقى دوت يعني الاكستنشن ليه دوت في ام اكس. اوكي، والفي ام دي كي، دول اهم ملفين. الفي ام اكس هو الكونفيجريشن فايل الخاص بالفيرتشوال ماشين، يعني هو الفايل اللي مكتوب جواه كام سي بي يو سوكت كونفيجرد ليها، كام رام، الهارد ديسك والبوينترز للهارد ديسك وهكذا، يعني الهاردوير كونفيجريشن. نقدر نقول انه يعني شويه شبيه بالماذر بورد. الماذر بورد الفيزيكال سيرفر ممكن تكون يعني الفي ام اكس فايل هو ده الماذر بورد. اوكي، كونفيجريشن فايل. طيب بالنسبه للفي ام دي كي فايل، ثالث واحد، الفي ام دي كي فايل اللي هو الهارد ديسك، ده الديسك، دي الهارد ديسك. تمام، بيكون دوت في ام دي كي، يعني الهارد ديسكات اللي بتكون ماونتد على الفيرتشوال ماشين بتكون دوت في ام دي كي. وعندنا مجموعه فايلات تانية للسناب شوتينج، وهنشوف هنعرف ايه هو السناب شوت بس بعدين. الان في رام فايل، طبعا ده فايل مهم، ده اللي هو البايوس، البايوس سيتنجز بتكون جوه ستورد جوه الفايل ده. يعني لما بعمل، فطبعا الفيرتشوال ماشين ليها بايوس، ما هي وكأنها فيزيكال سيرفر عادي خالص. هنشوف الكلام ده طبعا مع بعض. فالكونفيجريشن في الفيزيكال كمبيوتر بيكون ستورد، انا اقصد البايوس كونفيجريشن بيكون ستورد في الشيب، تشيب البايوس نفسها. اوكي، في الفيرتشوال ماشين ليها فايل اللي هو الان في رام، والدوت لوك طبعا دي اللوك فايلز. اوكي، يلا خلونا نروح للهوست على طول، نفتح الويب براوزر وننشئ اول فيرتشوال ماشين. اوكي، هنا الـ SXi host اللي عملنا له deployment قبل كده، والـ warning هنا ده عادي، ده بيقول ان الـ SSH enabled. لو تفتكروا احنا كنا عملنا enable
ال SSH interface. اوكي هنلغيها، نلغي دي يعني مجرد warning messages. اوكي طبعا ال virtual machine علشان ننشئها هتحتاج storage، اوكي علشان تكون stored عليها. لو نفتكر من المرة اللي فاتت احنا قلنا ان احنا في عندنا كام داتا ستور، احنا في عندنا كام هارد ديسك ماونتد على السيرفر بتاعنا. اوكي نشوف ديفايسز، في عندنا 2 هارد ديسكس، اوكي واحدة 8 ميجا 8 جيجا اللي هي اللي عليها الانستوليشن، وواحدة 50 جيجا. اوكي دي الفيزيكال هارد ديسك اللي واصلة بالاي سي اكس اي هوست. طيب نشوف هنا الداتا ستورز، داتا ستورز انا في كام عندي كام داتا ستور، او باين اهو عندي داتا ستور واحد بس اسمه داتا ستور 1. اوكي احنا ممكن نحذفه لان هو مجرد بس 500 ميجا يعني ملوش اي قيمه، او ممكن يعني ممكن يكون له استخدام، فيعني مش هنحذفه دلوقتي هنخليه هيكون له استخدام. هقول لكم هنعمل معاه ايه. خلونا الاول نروح نكريت الداتا ستور اللي هينشأ عليها الفيرتشوال ماشين. اوكي ف هاجي هنا كده وانا واقف تحت الستورج داتا ستورز نيو داتا ستور، دوس كليك عليها هيطلع الويزرد ده. اوكي الويزرد هيقول اوكي كرييت، عفوا كرييت نيو في ام اف اس داتا ستور ولا انكريز سايز او ماونت ان اف اس. لو تفتكروا من الفيديو اللي فات احنا قلنا ان الداتا ستور ليه فايل سيستم فورمات او فورمات خاص بيه. فمثلا في الويندوز الفايل سيستم هو الان تي اف اس، الفي ام وير الفايل سيستم الخاص بيه اسمه في ام اف اس. اوكي اختصار في ام يعني في ام وير فايل سيستم. احنا نقدر نماونت اكتر من نوع من ستورج على الاس اكس اي، بس ده هنشوفه ان شاء الله في الفيديو الخاص بالستورج قدام شويه. ونقدر كمان نماونت ان اف اس، ان اف اس شير، بس على كل حال احنا هنسيبه على الديفولت. احنا هنكريت في ام اف اس داتا ستور. ده طبعا الفرق ما بين الفي ام اف اس والان اف اس يعني نشوفه بعدين، بس يعني الفرق الجوهري ان ده اسمه بلوك ستورج، بلوك ستورج، وده اسمه فايل ستورج او الفايل شيرنج. يعني احنا هنسيبه على اول اختيار نكريت في ام اف اس. اوكي هنا ايه اللي باين عندنا هنا؟ اوكي هنا بيبين لنا بيقول لنا بقى نسلكت ديفايس. اوكي نسلكت ديفايس نختار هارد ديسك ننشئ عليها داتا ستور جديد. طيب هو مش احنا في عندنا مش احنا في عندنا داتا ستور، عفوا في عندنا هارد ديسك تانية، ليه هي مش باينة هنا؟ لان ما عادش فيها اي كاباسيتي تمكننا من ان احنا ننشئ داتا ستور جديد. وعلى فكرة الحد الأدنى لكاباسيتي الداتا ستور هي بتكون جيجا ونص. تمام طيب امال هو ازاي في داتا ستور اوريدي معمول وحجمه 500 جيجا؟ لان هو الانستوليشن هو اللي عمل البارتيشن ده بنفسه. هو يعني شوفوا هو ممكن بس بالكوماند لاين، ويعني مش هنحتاج داتا ستور بالحجم الصغير ده. على كل حال ده مجرد 500 ميجا. اوكي النيم هنا احنا هنديله اسم، تمام طبعا دي ال 50 جيجا هنسميه داتا ستور داش 02 مثلا، اي فريندلي نيم يوضح لك ايه الفيرتشوال ماشينز، يعني تبقى للانفايرمنت اللي عندك تديله الاسم اللي يعجبك. اوكي طيب هنا احنا بنسيب السيتنجز دي على الديفولت، دي فيرجن للفي ام اف اس بنسيبها زي ما هي. هو بيقول لنا الكاباسيتي 50 جيجا. اوكي يعني افتر الفري سبيس قبل ما ننشئ البارتيشن او الداتا ستور هي 50 جيجا، وبعد هتكون 50 جيجا. طيب قولوا نيكست، ده السامري وفينش. اوكي دي مجرد warning message بتقول ان لو الداتا ستور ده عليه اي داتا فخد بالك ان هي هيتعملها فورمات، طبعا لان ممكن يكون في عندي اصلا داتا ستور قديم يعني من على هارد ديسك، يعني كان اوريدي عليها داتا ستور او لان كان عليها داتا ستور، فبس دي رساله تحذيريه مش اكتر. نقول له نيكست او يس. اوكي
كيو زي ما احنا شايفين تحت هنا، ده البروجرس. هو كده خلص خلاص، وانشأ لينا مش عارف ليه كده هي كل ابس. اوكي، وانشأ لينا الداتا ستور. طيب تمام زي الفل. احنا دلوقتي عايزين نعمل انستوليشن للفيرتشوال ماشين، كريشن للفيرتشوال ماشين. طيب الفيرتشوال ماشين دي احنا هننشئ، يعني هنعمل انستوليشن عليها الاوبريتنج سيستم عادي خالص زي الفيزيكال كمبيوتر. طيب احنا ممكن نعمل كده ازاي؟ اقدر اعملها عن طريق دي في دي او السي دي عليها الاوبريتنج سيستم، تكون محطوطه في الدي في دي درايف، الفيزيكال دي في دي درايف اللي في الاس اكس اي هوست، واعمل ماونت للفيزيكال سي دي درايف على الفيرتشوال ماشين علشان اقدر اعمل الانستوليشن. دي طريقه، وفي طريقتين تانيين كمان، واحده منهم ان انا بابلود الايسو فايل على داتا ستور. خلينا نعمل الموضوع ده دلوقتي، ان انا هابلود ايزو فايل على داتا ستور، اوكي، ومن خلاله نعمل الانستوليشن. اوكي، احنا ازاي نقدر نعمل ابلود لفايلز على داتا ستور؟ اوكي، وانا واقف على ستورج، ودي الداتا ستورز اللي موجوده عندنا، او هي باينه هنا كمان يعني على الشمال. ممكن اعمل اكسباند. طيب هو مزرق، ما علينا. ممكن ان هي ممكن تبان هنا يعني تحت كلمه ستورج. طيب على كل حال، احنا هنستخدم الداتا ستور الاساسي اللي هو داتا ستور 1 في ان احنا نحط عليه الايزو فايلز. هندوس كليك عليه، اوكي، وبعدين نقول له براوز داتا ستور براوز، وهنا باين عندنا هنا الكاباسيتي بتاعته حجمه قد ايه. اوكي، او ممكن يعني رايت كليك عليه ونفس القصه هنلاقي فيه هنا براوز. ماشي، اوكي. خلونا نكريت فولدر عليه نسميه ايسو كرييت. اوكي، ندخل جوه الفولدر نفسه. اوكي، نابلود فايل، ندوس هنا على ابلود، بيست، اختار له الايمج دي. هنجرب في ويندوز 7 32 بت علشان تبقى حاجة يعني سهل ان احنا نرفعها. معذرة، ده انا نسيت ان الداتا ستور 500 ميجا مش 500 جيجا. طبعا الايسو ايمج هنا هي رقم كبير على الداتا ستور. مش مشكلة، ننشئ الفولدر ده، يعني نرفع الفايل على الداتا ستور التاني. طيب خلاص، انا كده يعني هو الداتا ستور الاساسي ده اللي هو ال 500 ميجا ده مصمم انه يتمسح، فهنا هنحذفه. رايت كليك، وهنا ديليت، هيطلع لنا وورنينج، هقول له انسف. اوكي، تحت هنا بروجرس شغال خلاص. فاضل عندنا الداتا ستور الجديد 50 جيجا. اوكي، براوز، ننشئ فولدر نسميه ايسو. اوكي، وابلود اهو ويندوز 7. اوكي، هو دلوقتي الابلود ان بروجريس هو 1% هنا. انا بس رفعت الايسو ايمج دي مرتين. تمام، اقول له كلوز هنا. اوكي، زي ما احنا شايفين اخر تاسك خالص هي ان بروجريس حاليا فيها الابلود. اوكي، هو دلوقتي 2%. انا بس عندي الكونكتيفيتي. لا، دول الاثنين، دول ده الفايل بترفع مرتين. اوكي، انا غلطت يعني ورفعته مرتين، فهنلغي التاسك اللي تحت. هحاول ان انا الغيها كده، رايت كليك، او غالبا مش هعرف اكنسلها. مش مشكلة. طيب، الكونكشن يعني من اللابتوب لللاب بس بطيئة، 100 ميجا للأسف، مش جيجا بيت.
فخلاص اوكي انا هوقف التسجيل لحين ما الابديت الايسو فايل يخلص ونكمل، او خلونا نعمل اكسبلوريشن دلوقتي للفيرتشوال ماشين ولحد ما الفايل يترفع براحته. اوكي ننشئ الفيرتشوال ماشين بتاعتنا، نوقفين على فيرتشوال ماشينز، هنلاقي في عندنا هنا زرار مكتوب عليه كرييت او ريجستر فيرتشوال ماشين، لو دوسنا رايت كليك هنا نلاقي نفس الكلام. طيب ايه الفرق ما بين كرييت وريجستر؟ ريجستر لو ان يعني تعملها ريجستريشن في الانفنتوري بتاع الهوست بتاع السيرفر. اوكي ممكن يكون في عندي اصلا فيرتشوال ماشين موجود على داتا ستور، ممكن يكون عندي فيرتشوال ماشين نقلتها من انفايرمنت تانية وجبتها لعندي هنا ما هياش ريجسترد في الانفايرمنت، ف هل هنشئها من اول وجديد؟ لا، انا بس هعملها ريجستريشن، هعملها ادنج للانفنتوري. اوكي ندوس عليه. طيب هنلاقي هنا عندنا مجموعة اختيارات، نزوم شديد شوية. اوكي create a new virtual machine او deploy virtual machine from AVF file اوكي or AVA file او register an existing virtual machine. اوكي اول واحدة واخر واحدة شارحين نفسهم. طيب ايه تاني واحدة دي؟ احنا في عندنا ال virtual machine انا اقدر اعمل لها export، عاملها اكسبورت لفورمات اسمه او في اف او او في اي، بيبقى فايل اكستنشن بتاعه او في اي وكانها باكج، هي الباكج دي هي الفيرتشوال ماشين، فاقدر ان انا اخدها واعمل لها ديبلويمنت على اي سيرفر، فبتبقى عندي فايل، فباجي هنا من نفس المكان ده واقول له انا عايز ديبلوي او في اف فايل او او في اي فايل، يعني ديبلوي فيرتشوال ماشين من او في اف او او في اي فايل، وبعد ما بدوس نكست بيقول لي طيب براوز واختار الملف ال OVA، وبيكون الفايل ده عندي انا على الكمبيوتر اللي انا بستخدمه مش على الداتا ستور، عندي انا، وبيتعمل له ابلودنج، يعني شبيه شويه بقصه الابلود للايسو فايل، بس هو من خلال الويزرد هيعمل ديبلوي لفيرتشوال ماشين بكونفيجريشنز جاهزه بهارد ديسكاتها بكل حاجه، انا بس بعمل لها ابلود وممكن قوي ما احتاجش اعمل فيها اي تعديلات اطلاقا في الكونفيجريشن بس، وبعمل لها باور اون. اوكي لو يعني في فرصة ممكن نبقى نكسبورت في مرة فيرتشوال ماشين عشان نفهم القصة دي، بس هو موضوع بسيط يعني. اوكي هخلينا على اول اختيار، نحن كريت فيرتشوال ماشين، نقول له نكست. اوكي طيب هل واضح كده؟ طبعا هنا على اليسار باين البروجرس في الويزرد، ويزرد اللي هو النيو فيرتشوال ماشين ويزرد. اوكي اول ستيب دي خلاص وباقي دول كلهم. اوكي النيم هنا بندي للفيرتشوال ماشين نيم، اسم خلاص. هنسميها مثلا وين داش 07 داش 01 مثلا. ده الليبل اللي هيظهر بيه، اللي هتظهر بيه الفيرتشوال ماشين، اللي هيظهر بيه اسم الفيرتشوال ماشين في الانفنتوري في الاس 6 اي، هيبقى اسم الفيرتشوال ماشين عندي وين 0701. اوكي وكمان الفولدر اللي هينشأ للفيرتشوال ماشين هينشأ اللي هيكون فيه ملفات الفيرتشوال ماشين بقى هيكون بنفس الاسم. نشوف الكلام ده لما نيجي لجزء الاناتومي، جزء تشريحي للفيرتشوال ماشين، ونشوف فايلاتها. تمام اوكي فبنختار فريندلي نيم زي ما احنا عايزين. الكومباتيبلتي هنا يا جماعة هي هاردوير فيرجن، هاردوير فيرجن كل اي اس اكس اي اديشن ليه مجموعه من، او يعني بيكون ليه كومباتيبلتي اديشن بتشتغل معاه، والاي اس اكس اي بيكون باكورد كومباتيبل يقدر يشتغل مع كومباتيبلتي اديشنز قديمه شويه، فهو يعني عندنا اهو هل انا هشغل فيرتشوال ماشين هتكون كومباتيبل مع مثلا اي اس اكس اي 6.0 او 5.5. طب هو انا ممكن احتاج دي في ايه؟ دي انا ممكن احتاجها في اني هنشئ فيرتشوال ماشين ممكن انقلها لانفايرومنت تانية، ركزوا معايا بقى في الحتة دي، ممكن اضطر انقلها لانفايرومنت تانية بيشغل عليها اي اس اكس اي اقدم. يعني هنشئ فيرتشوال ماشين انا هنا على اي اس اكس اي 6.5 حاليا، ممكن انشئ فيرتشوال ماشين احتاج بعد كده ان انا انقلها على هوست مثلا 6.0 او 5.5، فلازم من اول ما انشئ الفيرتشوال ماشين لان دي لا يمكن تعديلها، عشان نبقى واضحين دي لا يمكن تعديلها يعني backwards، onwards ممكن اقدر اختار مثلا 5.5 دلوقتي
وبعد كده اقدر ابجريد ال5.5 ده الى 6.5، لكن العكس لا يمكن. فانا نسيبها على 6.5 زي ما هي الديفولت. طيب الجيست اوبريتنج سيستم فاميلي، طبعا في كميه كبيره جدا جدا من الاوبريتنج سيستمز في ام وير بتدعمها، يعني لو انا مش غلطان قرب ال 200 اوبريتنج سيستم او اكتر. اوكي احنا هنختار ويندوز، وعندنا لينكس وماك او اس واذر. اوكي هنختار ويندوز. طيب اختار كمان اديشن لويندوز، هل دي حاجه مهمه؟ اه دي مهمه جدا. خلونا نختار، احنا الاول هنعمل انستليشن، طبعا هو بيدعم اهو لغايه احدث حاجه في وقت تسجيل الفيديو في 2018 اهو بيدعم ويندوز 10 ويعني نشوف كده بيدعم حاجات كتير قوي، حاجات قديمه وحاجات جديده، ويندوز 2003 حتى كمان لسه بيدعمه. لو انا مش غلطان في ويندوز 2000 كمان، مش متأكد. طيب و1000 ويندوز سيرفر 2016 اهو. طيب احنا على ويندوز 7 نروح ويندوز 7 و32 بت. ضروري نختار الاوبريتنج سيستم هنا يكون مطابق للاوبريتنج سيستم اللي احنا هنعمله ديبلويمنت، هنعمله انستوليشن. خلاص اوكي. طيب نيكست، ده هيفرق في ايه؟ ده هيفرق في الكومباتبل هاردوير، او يعني في الهاردوير اللي هيكون متاح في الفيرتشوال ماشين انه يشتغل مع الاوبريتنج سيستم ده. فانا لو اخطات هنا ممكن يعمل لي مشكله في الفيرتشوال ماشين، في الاوبريتنج سيستم ممكن يعمل لي مشكله مع درايفر، يعني ما هي في النهايه الفيرتشوال هاردوير ما هو هاردوير بالنسبه للاوبريتنج سيستم، ويحتاج درايفرات وليه كومباتبيلتي ماتريكسز، فيعني لازم نكون دقيقين في الحتة دي. خلاص اوكي نسلكت الستورج داتا ستور او 02. اوكي الكاباسيتي 49 جيجا، خلاص تمام ندوس نيكست. لودينج تمام. هنا هاردوير الفيرتشوال ماشين، هل هنعمل فيه اي تعديلات من دلوقتي؟ لا خليه زي ما هو كده تماما، وهنعمله هنستكشفه بعد ما نقفل بس الويزرد. طبعا انا هنا اقدر اماونت ال سي دي، نخلي موضوع ماونتنج ال سي دي بعدين. اوكي من هنا يعني بنعدله، ممكن من هنا ان انا اظبط طبعا الهاردوير مره واحده، او ممكن نعدله بعدين مفيش مشكله، بس خلينا نخلص الويزرد وبعدين نشوف الكونفيجريشن على الرواقه. دي ده السامري، تراجعه إذا حبيت، ويستحسن إنك تراجعه عشان لو محتاج إنك تعدل حاجة تعدلها على طول. اوكي وفينش. اوكي ان بروجرس بينشئ الفيرتشوال ماشين اهو. خلاص اوكي ادي الفيرتشوال ماشين انشئت وبقت باينة في انفنتوري الهوست. دوست على كليك بيبين لي سامري ليها ستيتس، طبعا هي حاليا باورد اوف لسه، لو دوست على البلاي دي كده تشتغل. الرام ده اليوتيلايزيشن او الكونسامبشن حاليا الاستهلاك. اوكي لو نقرب كده شويه نلاقي اليوزد سبيس 1 كيلو 2 كيلو، الاوبريتنج سيستم والهوست نيم. اوكي يعني كل دي معلومات عامه. هنلاقي هنا فوق وانا واقف عليها كده هلاقي فوق بقى ايه، باور اون فيرتشوال ماشين، لو هي باورد اون هنلاقي ان باور اوف اكتف وسسبند والحاجات دي كلها. الاكشنز فيها مجموعه اكشن يعني حاجات نقدر نعملها. الباور سيتنجز اوكي، الاوبريتنج سيستم هنشوف ده نعمل منه ايه. السناب شوتس هنشوف السناب شوتس بعدين. اوكي الكونسول اللي منه بنفتح شاشه على الفيرتشوال ماشين، وكاننا موصلين شاشه وكيبورد وماوس على الفيرتشوال ماشين. الاوتو ستارت، تفتكروا الاوتو ستارت علشان تشتغل اوتوماتيكلي مع السيرفر مع الاي 6 اي هوست مع الباورنج اون ومع الباورنج اوف. طيب احنا محتاجين نعدل نتفرج على الكونفيجريشن ليها قبل ما نعمل باورنج اون. هي لسه هو الاي اس او ايمج لسه في الابلود، مش مشكله. اوكي رايت كليك ونختار اديت سيتنجز. اوكي عشان نشوف الهاردوير كونفيجريشن نفهم بقى شوية بقى بالتفصيل. طيب نركز بقى مع بعض. اوكي انا عندي في هنا تو مين تابس، الفيرتشوال هاردوير والفي ام اوبشنز، هنشوف الاثنين. خلينا في الفيرتشوال هاردوير.
اوكي، زي ما احنا شايفين عندنا السي بي يو، الميموري، الهارد ديسك رقم واحد، سكازي كنترولر، ساتا كنترولر، يو اس بي كنترولر، نتورك ادابتور، سي دي درايف، وفيديو كارد، حتى كارت فيديو، كارت فيجا يعني. اوكي، الفي جي اي. تمام. طيب نشوف كده واحده واحده من دول. السي بي يو هنا حاليا ده 1 سي بي يو سوكيت. نعمل كده اكسباند ونشوف هنا جواه ايه. اوكي، الرقم اللي فوق ده هو 1 سي بي يو سوكيت، اللي هو البروسيسور نفسه، فيرتشوال سي بي يو طبعا يعني. طيب وكم كور جواه انا اقدر احدد من هنا؟ اقدر احدد، خلاص احنا هنخليها. اوكي، لا انا عايز ازود ده، انا عايز ازود ال اي اوكي ماشي، هختار مثلا 2 سي بي يوز في 2. اوكي، اتقلبت كده. طيب تمام، انا كده عندي هنا، هو هنا بيديني سمري سوكيتس 1. انا عندي الفيرتشوال ماشين هتشوف 1 سي بي يو ب 2 كور، ده كلام جميل جدا. طيب عندي ايه كمان؟ سي بي يو هوت اد. كتير من الاوبريتنج سيستمز بتدعم ان انا اعمل، هنركز بقى مع بعض، دي احنا كده بنتكلم على يعني هنبتدي فعلا نشوف في الواقع فعلا مميزات الفيرتشواليزيشن. انا اقدر بمنتهى المرونه يا جماعه الخير اختار الهاردوير كونفيجريشن للفيرتشوال ماشين. في الفيزيكال انفايرمنت انا بتعذب علشان لازم اشتري ويطلع كومباتبل ومش كومباتبل. اوكي، لا هنا انا ممكن كمان اضيف سي بي يو والفيرتشوال ماشين شغاله وهنجربها، هقول له انيبل سي بي يو هوت ات. اوكي طيب، ريزرفيشنز انا اقدر احجز سي بي يو، يعني جزء من السي بي يو يكون مخصص ليه. هنشوف موضوع الريزرفيشنز ده بعدين، بس عشان ما اعمل لكمش لخبطه لان الديتيلز هتبقى كتير. اقدر اعمل ليميتيشن؟ اقدر اعمل ليميتيشن، نشوفها دي بعدين. شيرز، هنفهم ايه الشيرز بعدين. طيب كولابس كده السي بي يو، خلاص خلصت كونفيجريشن للسي بي يو. ميموري 1 جيجا، لا والله انا يعني عايز ازودها اخليها 2 جيجا، انا حر. 2 جيجا، الهوست بتاعنا 8 جيجا تفتكروا، فانا عايزها 2 جيجا. طيب انا عايز كمان ازود رام والسيرفر شغال، ينفع؟ ينفع. ميموري هوت بلاك انيبل. اوكي كولابس. هارد ديسك، الهارد ديسك بقى نركز اكتر شويه. هو باي ديفولت حط للهارد ديسك اللي مع الفيرتشوال ماشين انها تكون 24 جيجا. هو بيحسب، هو الاوبريتنج سيستم الويندوز 7 بيحتاج كتير عليه قوي يعني 24 جيجا. اوكي، فهو باي ديفولت بيعملها 24 جيجا. طيب خلونا نشوف حاجه، معلش احنا كنا محتاجين نشوفها في الويزرد بتاع الفيرتشوال ماشين بس ملحوقه، نشوفها دلوقتي. اوكي، السايز للفيرتشوال ماشين كذا، ماكسيمم سايز كذا. ايه الماكسيمم سايز ده؟ ده الماكسيمم سايز بتاع الداتا ستور اللي عليه الفيرتشوال ماشين. فهو هنا بيقول لك الحد الاقصى اللي تقدر تكبر اليه الهارد ديسك هو كذا. على فكره انا اقدر اكبر الهارد ديسك والسيرفر شغال، انا مش محتاج اروح اشتري هارد ديسك جديده، انا اقدر اكبر الهارد ديسك والسيرفر شغال وهنجربها مع بعض. بس خدوا بالكم، تغيير حجم الهارد ديسك في اتجاه واحد، في اتجاه الجروينج. الشرينكينج مهمه مش سهله وما اقدرش اعملها على الفلاي، ما اقدرش اعملها يعني على الطاير كده، ما اقدرش اعملها والفيرتشوال ماشين شغاله، قصه مش سهله. فلما تحب تكبر هارد ديسك في فيرتشوال ماشين اعملها بحساب، وتاكد انك يا دوب محتاج الزياده بس اللي انت هتزودها دي. طيب التايب، تايب البروفيجننج للهارد ديسك حاجه اسمها ثين بروفيجند، هنشوف الفرق ما بين الثلاثه الثين والثيك وال الثين الثين والثيك، هنشوفهم مع بعض دلوقتي واشرح لحضراتكم الفروقات اللي ما بينهم ايه، وهيبقى احسن طبعا لو يبقى في رسمه اوضح لكم عليها. ممكن نضيف رسمه لو في الفيديو ده او في يعني في حلقه جايه، مش انا مش هنساها ان شاء الله. طيب الديسك فايل، الهارد ديسك دي ما هي فيرتشوال، ما هي ليها فايل، تفتكروا في الفايلات اللي شفناها في البرزنتيشن، فايل الفيرتشوال ماشين